السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن عربية جديدة، هي مش جديدة قوي. يعني الفكرة إن العربية دي إحنا قدمناها قبل كده بكذا شكل، لا هو مش بكذا شكل، بكذا إصدار. العربية الشاص اتوفرت بإصدارات كتير، وكل ما إصدار منها يجي قدامي دايما بحب إن أنا أجربه. ليه؟ لأن العربية دي نقدر نقول معشوقة الجماهير. ناس كتير دايما بتسألني على العربية الشاص، متوفرة بعدة ألوان، بعدة أشكال، بعدة أسعار. فالمهم يا جماعة إننا النهاردة بنتكلم عن عربية الشاص، حجم صغير، مقاس 1/16. العربية بتيجي بريموت كنترول، بتشتغل بحجارة مش بطارية قابلة للشحن، وده طبعا مبرر جدا بالنسبة لموضوع تسعير العربية، لأن العربية سعرها رخيص جدا جدا. طيب نفتح مع بعض الكرتونة ونشوف ايه محتواها. فتحنا مع بعض الكرتونة وده كل محتواها، العربية والريموت كنترول فقط. طيب نركن القطعة دي على جنب ونجيب القطعة دي فتحناها قبل كده، ونجيب القطعة دي فتحناها قبل كده. العربية بتجيلنا باللونين البيج والابيض، بصراحة الاتنين احلى من بعض، فحتة الالوان دي انت وزوجك. طيب نتكلم عن القطعتين مع بعض. العربية زي ما قلنا بتيجي بتشتغل بحجارة مش بتشتغل ببطارية قابلة للشحن. القطعة دي الغطا بتاعها تاه مني حاليا، خلينا في القطعة دي. عندك من هنا غطا تقدر ترفع الغطا، والعربية بتشتغل بأربع حجاير قلم من فئة الدبل اي. فاحنا طبعا هنركب الحجارة كده مع بعض ونشوف اي حجرين كده، اتنين انرجايزر على اتنين ايفر ريدي، لان انا مؤمن بالمساواة. الزرار كده على الاوف، خليه على الاون كده، العربية اشتغلت. الريموت كنترول اللي بيجي لنا بتردد 27 ميجا هرتز مش 2.4 جيجا هرتز. معلومة مهمة يا جماعة حول الريموت كنترول بتاع العربية، بما انه بيشتغل بتردد 28 ميجا هرتز فده معناه انه قابل للتشويش. معنى الكلام ده ايه؟ انك لو معاك عربيتين للاسف الريموتات هتحركهم مع بعض عادي، فمش هتعرف تلعب بالعربيتين في نفس المكان، فدي مناسبة انك تاخد منها قطعة واحدة بس، ما ينفعش تاخد منها قطعتين لاولادك الاتنين، عشان للاسف لو لعبوا مع بعض هيحصل تداخل في الموجات. لكن لو هتاخد قطعة واحدة بس فهتشتغل معاك بدون اي مشاكل، وده مبرر جدا في الفئة السعرية بتاعتها. العربية رخيصة فطبيعي انك تلاقي امكانياتها متوسطة. الاريال ده او السلك ده يساعد الريموت انه يوصل الاشارة للعربية. حركة العربية سلسة وحلوة جدا، معاك كنترول قدام وورا وكنترول شمال وكنترول شمال ويمين، وهذا يعني ان العربية بتجيلنا باتنين محرك. تجربة العربية كانت ممتازة في فئتها السعرية، وتقدر كمان تحمل فيها حجارة كده او تحمل فيها شوية بتاع، لو عندك طفل صغير كده بيحب يعمل الشغلانة دي يقعد يحمل فيها حاجات، فالعربية هتقدر تتحرك بيها عادي. يعني نوعا ما نقدر نقول العربية تقدر تشيل وزن وليكن مثلا 200 جرام 250 جرام، فالعربية هتسد معاك، وكفئة سعرية مش هتلاقي حاجة افضل من دي. متوفرة من خلالنا للبيع، فللحجز والاستفسارات كلمونا 970-11-17-16-25-29. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. العربية متوفرة باللون الابيض الساطع وباللون البيج، ما تنسوش تابعوني علشان تعرفوا كل جديد. ويلا بينا دلوقتي نروح على فيديو التجربة.
وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. للناس اللي أول مرة تشوفنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. الشاص متوفرة من خلالنا للبيع. فللحجز والاستفسارات كلمونا واتساب على 011-17-16-25-29، وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.